والله ما عندي رب الكعبة، ايش اسوي لك انا؟ لحظة، حط معجون. طيب حطيت لك معجون قبل انت ولا لا؟ حطيت معجون. ما حط معجون لعيونك. لا خلاص صارت قديمة. ولا حط 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 5 دقايق هنا. ثاني انت غبية، لا مو اشتريت في عينك، بعدين. تحت عينك، هذا حق الهالات السوداء هنا. لا لا صعب روح صعب، حط تحت عينك مش في عينك يا جد الخواف الله ما راح احبك انت بعينك، الله يسعد قلبك. تا 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 تا. والله ما تروح انت ما راح هاتي ما تروح. يفصل. لبناني. اي والله لبناني من بيروت. كاف اسمعني خلاص. لحظة لحظة وجيب معجون واجيك الله اشتفوا. يعرفك. يلا روح حط مثل معجون. بال احمر بكل مكان، حتى الكرسي احمر. لبانك يا إلهي أنت. يا عم ايش تبغى جنسيتي؟ ايش تبغى انت تتزوجني؟ هتحبني يعني إيه من جنسيتي ولا ايش؟ خليك في حالك يا ابني. أشوف أبي بذمة وضمير لو سمحت، أبي ماسك ماسك كذا. ارجع مع الصامت من اول يا فوق حبيبي. شوي، هذا على خدودك، أنا قلت أبي تحت العين. تحت العين أبي في ماسك، قلبي يا قلبي انت. أبي ماسك الهالات السوداء. يقول لك يا حاجب وانت حاجبي يا عمري. بعد ما طقطقت على حواجبي ساعة بس خلنك. يلا صح يا اخي لازم نتونس. اوه حرقني ارحب يا موت، حرقني والله. عادي خليه يحرقك. واذا حرك الهواء حرقني مدري ايش. عادي يا عم. الحكم على كم؟ شنو الحكم على كم؟ ايش تقول؟ حكم الخط كده حلوين. دائما نحكم عليها تسوي اظافيرها. والله ما اسويها، ما لي خلق. زي الزفت. هلا فك فك بس كذا انت عشان مش اظافيرك. حي منورين يا جماعة. شوف اظافيري شلون تطلب الرحمة، بس والله ما لي خلق. انا زين مني اتنفس اساسا، ما لي خلق. حتى صار لي كم يوم ابشيت من جد زي الزفت. ايش اسوي بعد؟ هلا عقب اسويهم. ترى ولا ده. لا ترى هو بعد قام يهايط من اي شيء. كم يهايط كم يهايط. كني كده حلوين هايط. نحن. ولا تخيلوا ينزل له درع الحين ويحكم عليه، والله لا ينحاش. ورب الكعبة حصان 500. الله ما تشوف الاخباري. ربك نفرشه. استغفر الله. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا حسام، مرحبا جميعا. عليكم السلام. كده حلوين خلاص ولا باقي؟ خلاص قلت خلص شو اسمه، يمكن احكم عليك مرة ثانية ما تدري. برضه معجون؟ بعدها معجون. بمسح وجهك. طيب؟ تمام. كفو لبيك شيخ. الله يسعد امك. يا مين بالله تعالي تعالي ورب دي ما تمشي ورحمه امي ما تمشي. لب عينك. الله يسعد ابوك يا شيخ. تعالي تعالي كفو كفو يا ريما. تعالي ريما. حكم الاول حكم الاول ورب الكعبه ما سامحك.
ورب الله الدين لو يسهل. كان بدي شفت الموت. شوف 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 غنتفا وبروح اكل غنتفا. وبروح تعال 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 ورب اش الفتحه اش ورب اش اليدات من دم لعيونك جعلني ما ابقى عيونك الحلوه. ايش تبي؟ اسمعني، اول شيء انا كنت قاعد احكم عليك كان البث بيني وبينك، انت اللي انحشت خليتني ارسل لك وحطيت 5 دقائق، ولا المفروض ورب تنفذ فيها الكعبه حكم. تنفذ حكم، يم يم ورب كيم. الكعبه ما تنفذ حكم. انتهى النقاش خلاص، كفري تنفذي دي الزبد. الحكم الاول وش العيال خلاني الحكم اطير؟ الاول شنو الحكم الاول يلا حكم في الاول معجون، شنو؟ معجون معجون اسنان تحطيه هنا خلال دقيقتين، دقيقتين كامله وهو في عينك، تحت عينك بالضبط. يا ويلك الحكم الله الثاني. يعينك الله يعينك. الحكم الثاني يا لبه، تشيل امه السكاب زي مقص تقطع امه. قام الحكم ينفذ الثالث يا حبيبي، احكامي. الحكم الثالث تجيب قضافير تقطع ظفير كلها، هذه وهذه كلها قصيرة اقصه ما والله تخلي ما ولا حاجة. اقصه ظفيري. يلا يلا قوم بحط معجون. يلا ميزة ايش طب تبي ايش عليك تبي تعبي. يلا حق تبي؟ امك ايش تبغي؟ دقيقة دقيقة خليني اجيب المعجون. يمين بالله النجاح. يلا حسبي الله عليك، ابوك. هذا الحكم يلا يلا اللي حاسبي اعطيه. عليك ابوك، حاسبي راح هذا اسبيها الحكم معاك. اللي خليته خليته المساوي. طب كذا ريما كمان ما قصرتي بالدرع اشخ، الله احبكم زبل. امين بالله انكم قاحين وانكم كفو كفو لازم، كفو. مو بلازم اجيب المعجون لين عندك صح؟ بحطه لا بدي. لا شوف معجون بشوف. اعوذ بالله دي منك. ما تمشي علي دي معجون اشوف لي يلا شنو مخلق المعجونة؟ شنو؟ ايش معجوني؟ هذا المعجون والله كبر راسك بعد. تعال جيبي قدامك افكي، كبي قدامك اوكي. فكي دقيقتين. ها يلا حطي يا ولد دقيقة عيب واحدة. يا ربي جوي ادمعها، ادمع عيونها وخشمها مع بعض. زودي زودي تعالي تعالي شوف شوف وربي مو وربي لو مو عجبني حتزودي، ترى انا زودت لهنا. كيف سويت لهنا؟ اص ولا كلمة، تراك زودي سويت كمان هنا على خلاص زودي خدودك. كمان يا اخي يا جود. يا انا رجال ما قلت اح، عارف ليه؟ عشان رجال. يلا كمان طيب انا كمان بنت. زودي كمان 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 يلا يلا.